ظلامة أهل البيت أننا شيعته، هذه ظلامة أهل، والله هذه ظلامته. ظلامة أهل البيت ليست أن فلانا وفلانا غصب الخلافة، وليست أن الأمويين سفكوا دماءه، هذه ظلامات ظلامات، لكن الظلامة الأقصى إننا شيعته، هذه الظلامة الحقيقية إننا شيعته. ومع ذلك يقولون لنا شيعتنا منا ونحن منهم، ومع ذلك يقولون لنا ويقسمون والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، يقسمون، إنهم يخاطبون شيعته، هل نحن من شيعتهم أم من شيعة الطوسي؟ هذا أمر آخر، يتحدثون مع شيعتهم، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، هكذا يخبروننا، يقولون في يوم القيامة إننا نمشي إلى الله، هذه التعابير تقريبية، نمشي إلى الله، نذهب إلى الله كي نتشفع فيكم، ما كان فيما بينكم وبين الله نحن نتشفع فيكم إلى الله فيشفعنا فيكم، فما بينكم وبين الله سنخلصكم منه، وما بينكم وبين الناس سنعطيهم حتى يعفو عنكم، حتى يقبلوا، سنعطيهم حتى الرضا للحد الذي يرضون عنكم. فحينما يسأل السائل والذي بيننا وبينكم يا ابن رسول الله، الإمام هكذا يقول ما أنصفناكم إذا حاسبناكم عن الذي بيننا وبينكم، ما أنصفناكم، أنتم شيعتنا وتحملتم ما تحملتم في سبيلنا، ما أنصفناكم، ما بينكم وبين الله نحن نتشفع فيه فيشفعنا الله، شفاعتنا مقبولة، وما بينكم وبين الناس إننا سنعطي الناس إلى حد الرضا حتى يرضوا عنكم، أما ما كان فيما بيننا وبينكم لن نطالبكم به. الإمام يقول ما أنصفناكم إذا طالبناكم به، أنتم شيعتنا، هؤلاء هم أئمتنا، أما نحن فماذا أقول؟